والآن أدعو فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا دولة رئيس رابطة الأسيان السيد جوكو لإلقاء كلمته فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sri Baginda, Yang Mulia, para pemimpin ASEAN dan GCC, Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023 menyambut baik momentum sejak. دول الآسيان لعام 2023 ترحب بهذه اللحظة التاريخية لأول قمة بين الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي. ونشكركم شكرا جزيلا على حسن الضيافة والترحاب الذي قدمته لنا المملكة العربية السعودية. إن دول الأسيان ودول مجلس التعاون الخليجي هما قوتان عظيمتان سوف يواصلان النمو. ناتجنا المحلي يصل إلى أكثر من 5 تريليونات دولار، وسكاننا يصلون إلى أكثر من 700 مليون نسمة. هذه أصول عظيمة لنا تمكننا من الاطلاع بدور استراتيجي كقوة استراتيجية في خضم هذا العالم المنقسم. إن إندونيسيا تثمن كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي وانضمامها إلى اتفاقية التعاون مع دول الآسيان كالتزام من جانبها لدعم السلام في جنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ. واسمحوا لي أن أعبر عن قضيتين. أولاً، في مجال الاقتصاد نحن بحاجة إلى تعظيم الاستفادة من إمكاناتنا الاقتصادية من خلال الاستثمار في التجارة المتوازنة والمنفتحة والعادلة، ويشمل ذلك إنشاء الإطار الاقتصادي لدول آسيان ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال كذلك شهادات حلال وتطوير السياحة الحلال وفي قطاع الغذاء والأمن الغذائي وأمن سلاسل الإمداد الخاصة بالغذاء. يجب أن يتم ضمانها في مجال كذلك الغذاء وتقنيات الغذاء، وكذلك الموائمة فيما يتعلق بمعايير السلع الغذائية، وكذلك المرونة في قطاع الطاقة يجب تعزيزها من خلال الشراكات المفيدة والمستدامة من أجل تسريع الانتقالة في مجال الطاقة. والأمر الثالث، حماية العمالة المهاجرة. وفي خضم هذا الموقف العالمي اسمحوا لي أن أشدد على التزام دول الآسيان على تعزيز وتحسين حماية العمالة المهاجرة، ونطلب كذلك دعم دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال. وأخيرا أود أن أعبر عن قلقنا العميق في تطورات الموقف في غزة. يجب أن يتوقف العنف، ويجب أن تكون الإنسانية هي الأولوية في هذه اللحظة، ويجب أن نمنع أن تسوء الظروف، ويجب أن لا ننسى أن الجذور المسببة للمشكلة هي احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل، وهذا ما يجب أن نحله ونسويه وفقا للمعايير الدولية التي تم الاتفاق عليها. وموقف مجلس التعاون الخليجي ودول الأسيان يجب أن يكون واضحا وصارما في دعم حلول السلام الدائمة والمستدامة في فلسطين. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.